56 عاملا من مستشفى الحبيب بورقيبة من المحالين على التقاعد وعدد من أبناء الصحة الأساسية، وقع تكريمهم في إطار الاحتفال بيوم العلم في سابقة من التنسيق بين الجهة النقابية والإدارة العامة، كما تم تقديم إعانة مدرسية لعدد من أبناء عمال مصحة مينياء. احنا بالتعاون مع النقابة الأساسية للمستشفى ان ننظم اليوم الاحتفال بيوم العلم، نكرم فيه الأبناء المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية، وكذلك باش يقع تكريم الإخوة اللي باش يتقاعدوا خلال سنة 2013. كنت عون بقسم السجالي والناظر في آن واحد، عندي 35 سنة خدمة، تقاعد قانوني على سن 60. أنا نخدم موظفة نظف، نعم خدمت، خدمت من عام 80 82 32 سنة تكنيسيان سوبيرير في الصحة العمومية، وتخرج من معهد العالي للتمريض، الحين متقاعد من جانفي 2013. 35 سنة كنت نخدم في اللابوراتوار، عاملة عايشك، عندي 29 سنة من عام 83. وفي ذات الإطار التضامني، نظم الفرع الجامعي للصحة والتابع للاتحاد العام التونسي لشغل بيسفاقس حفلا تضامنيا قدم فيه إعانات لعدد من أطفال قرية أسواس بالمحرس وغيرهم من أبناء العائلات محدودة الدخل، تمثلت في أدوات مدرسية وكل مستلزمات الدراسة. الاتحاد الجامعي للشغل بيسفاقس دأب على في المناسبة، في بعض المناسبات وخاصة مناسبة افتتاح السنة الدراسية، أن يقوم بمساعدة أبناء النقابيين وغير النقابيين، وكذلك بعض الأبناء من جمعيات مختلفة. الاتحاد ديما سند لقرية أطفال أسواس المحرس، كانت عنده عديد التدخلات معنا، مش أول مناسبة يجينا، أعطانا دبش العيد، أعطانا في مناسبة أخرى زاد دبش دخول للقراية، وتو كانت مناسبة باش الكارتابلات والكتب نتاع الدراسة نتاعهم. الاحتفال هذا جاي في إطار العودة المدرسية، بمناسبة العودة المدرسية، وفي كل مناسبة هالأطفال هذوما احنا تكفلنا بهم وعلنا عن تكفلنا بهم، كل المناسبات سنكون إلى جانب هؤلاء الأطفال، وهذا داخل في إطار العمل النقابي، ماهوش بعيد عن العمل النقابي، العمل النقابي عمل إنساني وعمل اجتماعي بدرجة أولى، والبنيات والصغيرات فاقدي سند، إحنا كمجتمع والاتحاد في إطار المجتمع واجب باش يتلاعب الأطفال هذوما، واجبنا الإنساني كما قلت لك والبشري والوطني، وهذا دابع في عملنا اللي قام به المرحوم فرحة حشاد الله يرحمه عظيماته. وفي إطار الوفاق الاجتماعي والتضامن بين مكونات المجتمع التونسي الواحد، وجب التنويه إلى الدور الهام الذي تلعبه النقابات في الحياة الاجتماعية والعمل التنموي للعامل والمجتمع على حد سواء.